السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية باللهجة المغربية. دري طالع غادي نشرح اليوم طريقة ديال تصريف الأفعال في ما يسمى بال present continuous أو المضارع المستمر. عنده اسم واحد آخر عودة سميتو present progressive أو المضارع المتطور. غادي نشوفو الأولى الحالات او دواعي الاستعمال فوقاش نستعملوا البريزنت كونتينوس، ونشوفوا النقطه الثانيه اللي هي الصرف لكيفيه تصريف الافعال في البريزنت كونتينوس. اذا بدون اطاله نخليكم مع شرح البريزنت كونتينوس. عندنا الافيرماتيف فورم، يعني الجمل الاثبات، اي ام فيربين، you we they are verbing, he she it is verbing. الا لاحظتوا معايا هنا استعملت verbing، علاش؟ باش نبين بلي كاين الفعل ونزيدو له هذيك ing. اذا اي فعل في اللغه الانجليزيه نزيدو له ing. بطبيعه الحال هناك بعض التغييرات، بعض القواعد الاملائيه، القواعد الاملائيه هذه نشوفوها بتفصيل. دابا ركزوا غير مع هاد لا ستركتور ولا هاد البنيه ديال الجمله ديال اثبات affirmative ولا positive sentences. نقدروا نستعملوا هذيك ما يسمى ب contracted form ولا the short form، الكلمه مختصره. I am verbing، نقدروا نقولوا am verbing، I'm verbing، I'm verbing. You we they are verbing، you're verbing، where verbing، there verbing. He is verbing، his verbing، she's verbing. اذا لاحظوا معايا بلي كنستعملوا هاد الابوستروفي، هاد الشرطه هادي، نحيدوا ديك الاي تاع الاس، الاي ديال the verb to be he is، ونعوضوها بهاد الشرطه هادي. The negative form يعني النفي، غادي ننفيو. I am not verbing، لا I am not verbing، I am not verbing. You we they are not verbing، ولا you aren't verbing، they aren't verbing، we aren't verbing. قدروا نديروا الاختصار ديال you are، نردوها you're not verbing، they're not verbing، we're not verbing. اذا كما بغينا نستعملوا الاختصارات. He is not، he isn't، ولا he's not، he's not، she isn't، it isn't verbing. واخيرا الاسئله او السؤال او الجمله الاستفهاميه اذا صح التعبير، interrogative form، the interrogative form. كما شفنا في الفيرب تو بي في الدروس السابقه، كيفاش نصرفوا الفيرب تو بي في سيمبل بريزنت، هذه في لا كيسيون باش نديروا سؤال باستعمال الفيرب تو بي. غادي نحيدوا ولا نقلبوا الوضعيه ديال لو سوجي والفعل اللي هو تو بي. اذا الا قلت اي ام ا تيتشر، ام اي تيتشر، اذا غادي نحولوا ولا نقلبوا المكان ديال الفعل تو بي مع دو سوجي. ار يو، يو ار، از هي، is he he is، so he is a student، is he a student، she is a girl، is she a girl، الى ذلك. اذا هذه الطريقه باش نصرفوا the verb to be في simple present. اذا هذه نطرحوا السؤال باستعمال ولا بقلب الفاعل، مكان الفاعل و the verb to be. Are you، are we، are they verbing، is he، is she، is it verbing، am I verbing، am I verbing. طبيعة الحال الجواب هادي يكون ب yes or no. اوكي، سؤال كما شفنا في الفيديوهات السابقة ما يسمى ب WH questions. غادي نشوفوا التفاصيل مع امثلة في هذا الصرف هذا ولا في هذا الزمن اللي هو present continuous في درس مقبل ان شاء الله. ارتقبوا الدرس المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.